دي انت ما بتتهدى كل يوم بمحل من اقصى شمال لاقصى جنوب، بتحب الرود تريبس. هو انا هيك بالحقيقه. تمام، يعني صايبك، بس شريكتك بتكره هيدا الشيء، بتلعى نفسها بالطريق عنكد وقرف وبتقرفك التريب كله من اوله لاخره. بس الانكى من هيك انه ما بتخليك انت تروح لحالك، بدها هي تكون معك وبدها تنكد عليك كل الطريق. يعني هيدا الجواب ليه تركت التاني؟ اف ريما بتحب الروت تريبس؟ يعني انا بدم النكد، يعني انا اجباري يكون معه بس يروح وين ما كان. اذا هو عم بشم الهواء بنشمه سوا. بتنكد عليه بنفس الوقت؟ شوي. ليه؟ يا حرام. يعني بتقطع كم شغله. بس انت بتعملي قصد تنكده يعني بدمي؟ لا مش قصد، بيطلعوا هن هيك. اه خي عنا صبية عم تعترف انه بتنكد. طيب السؤال الرابع لعبد الوهاب، شريكتك ما بتحب الاتيكيت وما بتحترم المبادئ ابدا، عايشه بطريقه بريه. هلا اوقات بتقطع بس احيانا بتكون بموقف انه يعني ليش تتكون الديناصور قدام اصحابه، يعني عرفت اي ستيل. الاضرب من هيك انه اذا انت اعطيتها ملاحظه عن هذا الموضوع بدب المشكل، كيف تتصرف هالحاله؟ هلا انا كيف ببدايه العلاقه اول ما اشوف هالامور ما بكمل، بس في حال صاروا على طول باخذها على جنب، ليه عم تتصرف هيك؟ بحاول قد ما فيني فرجيها اغلاطها انه هذا التصرف مش لايق بحقي وبحق العالم اللي قاعده، فهيك عليها انا من الاساس ما بكمل فيها. شو يا جوال؟ اذا كان صاحبك هيك همجي بس انت بتحبيه وفتي بهالعلاقه وما فرجيك هذا الوجه بالاول؟ هلا كشخصيتي انا قلت انه بقبل فيه على المره قبل الحلوه، فبدي اتقبله مثل ما هو، اكيد بجرب زبط بعطي فرص، بس اذا خلص يعني على قد ما حكيت ضل هيك اكيد بترك. زقفه لجوال. اليكس رجعنا لعندك. وقت النسوان بيطلعوا بيتروقوا سوا بهالصبحيات بيحكوا عن شو ما كان، صح؟ واوقات بيفوتوا بقصص يعني لقلنا نحن بتوجع لنا راسنا. بس بأحد الصبحيات رجعت شريكتك لعندك على البيت قالت لك أنا بدي أصير فيجن. فاتت على المطبخ شالت اللحمة وشالت البروتينات، شالت كل شيء له علاقة باللحم وبدها تزبط العالم كله هي هلا وقفت عليها، يعني ما تواخذني في حقوق حيوان كمان. ترو. البيت كله بده يمشي كيف هي بدها، ممنوع تذوق لقمة لحمة أو لقمة منا فيجن. شو بتعمل بهالحالة؟ اللي بعمله إنه بقلب فيجن تكرم عينا. خلصت. قالك فحلوة الحياة هالقد هينة. طمنا انت فيجن؟ لا اكيد لا، ما في انا بلا لحمه وهيك ودجاج وطبخ ما في. اذا اجى شريكك قال لك بده يصير البيت عندنا فيجن؟ لا يا حبيبي نو. ابدا الا الاكل. نو. الاكل ابدا؟ ايه من كل شيء. الاكل بالنسبه له هو ذا هابينس يعني. مهدي، الست المدام اللي انت بتحبها عندها طقوس غريبه، بوقتها الخاص بتحب تدلع حالها، يعني عرفت هول الخيار على العيون، الماسك الاسود، القعده بالبانيو، الشمع السنتد كاندلز، يعني هيدي السرده. بس هالسرده هلكتك يا زلمه، يعني ساعتين الصبح وساعتين بالليل وسبا ودنيا كلها وما بتعملهم غير بالوقت يلي انت عايزها فيه. شو بتقلها؟ ما بلش شيء بسعاده بالخيار؟ لا بكلها اياهم وبكلها معه. طيب جوال، انت قديه بتحب تهتمي بحالك وقديه بتخصصي وقت لإلك وقديه بتخصصي له وقته له؟ لانه بعرف انه النسوان ما بحبوا حدا يتدخل بهيدا الوقت الخاص ابدا، يعني انت عايزتيه هيدا الوقت. اكيد بزبط حالي كثير. اول شغله طب ما تروح عينه لبرا، لانه اذا ما بدي اكون مرتبه ومزبطه حالي يعني حتروح عينه لبرا. وثاني شيء لقلي انا كمان، يعني مثل ما هو عنده وقت يكون مهتم بحاله فانا كمان بده يكون عندي وقت اهتم بحالي. طيب شادي يا شادي، بهالاوضاع الصعبه بطل فيه الشخص كثير يفكر بعقليه الشرقيه، وخاصه موضوع المصاري. في كثير صبايا بهالايام بيطلعوا مصاري اكثر من الشباب. اذا شي نهار شريكتك المستقبليه عم بتطلع اكثر منك وخلص معاشك انت باول جمعه من الشهر، معقول تطلب منها مصاري؟ لا. ليه؟ يعني بشتغل شيء تاني ولا بطلب منها؟ لو شو مصاري ما بتطلب منها مصاري؟ طيب هي إذا إجيت قالت لك
انا بعرف بشو عم تقطع، هول المصريات خليهم معك وما بدي اياهم. لا 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 ولا ممكن، يعني هاي من شالي. ابدا ممنوع. ابدا ابدا ممنوع. شو يا ريما؟ لا غلط. غلط البنت تعطي مصاري لشاب؟ لا غلط انه هو ما يطلب من مرته، يعني هو مرته اكيد هن شخص واحد بالبيت، يعني اللي بصير عليك بصير عليا، يعني جايبته 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 جايبته. عبد الوهاب، في كتير نسوان تهتم بحالها وبتعمل رياضة، صح ام لا؟ في منهم عم بيشتغلوا بي تي، فمشي معي شوي. ماشي معك. انت حبيت. اوكي. غرمت. من بعد ما ارتبطتوا قلت لك انه انا بشتغل سايد جوب بي تي والكلاينتس تبعي كلهم شباب. شو بتعمل بهالحالة؟ بالنهاية هذا شغلة قبل ما اكون انا بحياتها، واذا ما كان في ثقة من بداية العلاقة ما في داعي لهالعلاقة كلها. يعني ما بتغار انه هي عم تبين؟ اكيد حيكون عندي غيره، بس بدها تشتغل هي كمان معي على هذا الشيء وتحسسني بالامان انه ممكن ما يكون شيء برات الطريق غير انه كان بي تي. شو يا كريس؟ اذا صاحبك بي تي وزبونيته كله شلخات؟ لا نية، لانه عارف انه نقيني انا بين كلهم. هيدي ثقة النفس. أليكس، القصص يلي نحن بنحب نعرفها كشباب هو وقت تكون انت بعلاقة مع حدا، هو الماضي تبع هيدا الشخص، انه هي كم مرة ارتبطت، شو صار قبل. اذا شريكتك رفضت نهائيا تفتح الموضوع، بس بدك تعرف. بهمني اعرف عن شخص بيعني لي ماضي لحتى اعرف مع اي شخص عم بتعامل انا. اذا ما اقتنعت مني انه تخبرني، يعني في شيء، في كليشيه، في شيء غلط وما بكفي مع العلاقة، في شيء عم يتخبى، شيء مهم عم يتخبى لحتى ما بتخبرني اياه. بتاخذها اكستريم يعني. يس، فيك تقول هيك. شو يا جوال؟ هلا اكيد لازم نحكي، مش دغري بس لازم نحكي، لانه مثل ما قال لازم يكون الشخصين بيعرفوا بعض مزبوط، يعني ما فيهم يكونوا في اسرار او شيء بنهايه شخص واحد. باميلا، شي مره خبيتي شيء عن شريكك؟ اول شيء ما اسمها تخبايه، ما هيدا ماضي وقطع. يعني انت شو هالشايل من دربك؟ بركي شو صاير؟ في شيء ندمتي عليه ما بدك تشكي؟ لا ولا وات ايفر. شو وات ايفر؟ شو انت لك من وقت ما انا حكيت معك وبعدين، يعني ما حزيد وينقص اللي صاير، يعني ما بيسموها كذبه او تخبايه او